ألف ليلة، ليلة واحدة تسوى عندي، تسوى عندك ألف ليلة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. مشاهدينا في كل مكان، مساء الخير واهلا بيكم في ليله عمر جديده يصحبنا من خلالها صوت كان مارج فمر على اسمعنا فتمسكت وتعلقت به. ضيفنا اليوم فارس الغناء اللبناني قاصي الحلاني. الفنان قاصي الحلاني، اولا اهلا بيك في ليله العمر. اهلا وسهلا فيك، مساء الخير، مساء الخير لك المشاهدين، يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم. اهلا بيك. يعني ايه ليله عمر بالنسبه لك؟ اكيد ليله الزواج هي ليله كثير مهمه بالحياه، وبيكمل نص دينه الانسان، وهذا واجب على كل شاب انه او صبيه كمان. بس انما كفنان من ناحيه الفن عم بحكيك انا انه ليله نجاحي هي بالنسبه لي، انما بالحياه الخاصه اذا بتقولي لي شو بقول لك اكيد ليله زواجي ليله كمان ليله من العمر. قدرت اخترت الانسانه شريكه حياتي اللي هي تفهمني وانا افهمها، نقدر نكون اسره وعائله من خلال زواجنا ونكون بيت متكامل، وهذا اكيد بيصير بفضل الله سبحانه وتعالى. انت عملت فرح؟ لا، كان زواجي عائلة بين أهلي وأهل زوجتي، مختصر على أخواتي وأخواتها قرايبي، يعني ما صار، لأن كان بسرعة، وكان بأنه كنت أنا شوي ملبك، شغلي كان كتير أخذني وما حبيت يكون في فرح، ويعني كان اختصرناه على أنه ضمن العائلة. لكن مطرب زي عاصي الحلاني ليه أصدقاء كتير سواء من داخل الوسط الفني أو من خارج الوسط الفني، وحابين أنهم يجاملوا عاصي الحلاني وييجوا بفرح ويشاركوا فرحه، صح؟ هذا السبب، أنا عندي محبين كتار وأصدقاء كتار، إذا بدي أعمل فرح أنا ممكن كتير يزعلوا مني، ممكن كتار يرضوا مني، مش ما أزعل من حدا ولا حدا يزعل مني، فصارت القصة هيك، لأنه أنا إذا بدي أعزم كل اللي بحبهم وكل اللي بحبوني ما في ولا صالة بلبنان ولا صالة بأي محل ممكن تساعهم، فمش هيك اختصرت الفرح إنه يكون عائلة لحتى ما حدا يزعل مني. هنرجع لورا شوية قبل الفرح ونعرف إزاي تعرفت على زوجتك. تعرفت عليها بسنة 93، بآخر 93 كنا عم نصور كليب لأغنية اسمها واني مارج مريت، اللي هي أغنية كتير حبيتوها هون بالقاهرة بمصر بشكل عام كمان. كنا عم نصور أغنية وتعرفت عليها من خلال، هي زوجتي كانت ملكة جمال لبنان، وتعرفت عليها عجبتني، قلت لها شو طلبت منها تصور معي كليب، ما رفضت، بس أثناء التصوير تعرفت عليها وحكيت معها. بعد فترة رجعت حكيتها تليفون، عزمتها على العشاء، جربت، قالت لي يا ريت تجي لعنا على البيت هون. أنا على فكرة بطبعي أول شيء عزمتك مثل كل شاب بتعرف على صبية لأول مرة حب إنه، فقمت أنا عزمتها على العشاء، قامت قالت لي أنا موجودة بالبيت وأهلي عاملين عشاء كتير طيب اليوم، إذا بتحب تشرف تعشى معنا. قلت لها بيجي ليش لا، انا جريء هيك بالشغل. في فخ كان منصوب لعاصي الحلاني يعني. زرتهم بالبيت، تعشيت معهم وتعرفت، بس كثير خفت من بيي اول يوم، بعدين ليه خفت؟ كان جد كثير معي هيك،
تعشيت عنده مرة تانية، جربت عزمه، قمت خلقت لي شيء قصة يعني. صار حبيت تصرفاتها، طريقتها بكيف عم تتصرف معي، كيف محافظة على نفسها. أنا بحب البنت الشرقية، فمن خلال الكليب بعد فترة جربت إني زورهم، زرتهم وتعرفت على أهلها، وصار في قصة حب، ولكن قصة هيك منا مش معلنة يعني، ما حدا بيعرف فيها. وأنا جربت إنه ما تنعلن إكرام لإلها، وبنفس الوقت كرمال أنا شغلي، وكنت كتير ما بدي يكون مرتبط، وكنت بعتبر إنه يمكن الزواج أو الارتباط ممكن يكون مؤثر لحياة الفنان أو مؤذي لحياة الفنان. فجربت إنه تكون قصة خاصة بيني وبينها. أهلك معه خبر، أهلي معه خبر، إنما منا معلنة. طب إزاي قلت لها عاوز أتجوزك؟ نفتكر اللحظات دي. بتعرفي كيف بيقولوا؟ بدي اتزوجك، هيك هيك بيقولوا فجي عنا بلبنان. لا ايه ملابسات اول ما تعرفت الخاصة. عليها انا جربت انه ليه عم تعرف علي؟ شو نهايه العلاقه؟ شو بدك مني يعني؟ انه بطبيعه الحال انه ما اكون انسان جاي اقضي وقت وفل. قلت له لا، انه انا انسان نيتي طيبه وبتمنى انه بيوم من الايام نبني اسره، بس انما امتى هاليوم تسالني؟ الا جاي اليوم، بس امتى ما اوعد ولا يوم اقول امتى، لان ما كنت عارفين امتى، بس انه كنت مقتنع باختياري. طلبنا واخطبنا وحبينا وعينا الخطب شهرين، يومين قدرنا هدينا تجوزنا بعد يومين. طلبنا واخطبنا وحبينا وعينا الخطب شهرين، يومين قدرنا هدينا تجوزنا بعد يومين. طلبنا واخطبنا وحبينا وعينا الخطب شهرين، يومين قدرنا هدينا تجوزنا بعد يومين. هل في ليلة تانية بتعتبرها فعلا ليلة عمر؟ ليلة عمر بحياتي هو ليلة خلقت بنتي ماريتا. كانت من أسعد لحظات حياتي لما خلقت ماريتا، وحسيت بشعور كتير حلو، ولحد اليوم بحبها كتير، وهي من الليلة الحلوة وليلة العمر بعتبرها. احنا هنا في مصر ما بنجيب اطفال بيحصل فيه سبوع، بنعمل سبوع بعد 7 ايام من الولاده، وبعد كده طبعا اعياد الميلاد. فهل انت برضو في لبنان بتعملوا سبوع واعياد الميلاد؟ احنا بنعمل عيد الميلاد، السبوع عندنا ما بنعمله للولاده يعني. السبوع عم نعمله بعيد عن الجميع، يوم وفاه انسان بنعمل اسبوع بعد وفاته، وانما شيء مختلف بين تقاليد لبنان وتقاليد مصر، بينما هون بتصير للولادة. عندنا بعد الوفاة بنعمل أسبوع، مش بعد الولادة. الضحك نعمة من النعم، ولقمة حلوة بتتقسم، اتكلوا على الله وافرحوا، الخوف بالضحكة بيتهزم، الخوف بالضحكة بيتهزم. الضحك نعمة من النعم. الفنان عاصي الحلاني، ايه الليله اللي نفسك انها تتحقق، او ايه الليله اللي بتحلم بيها وما تتحقق هتعتبرها فعلا ليله من احلى ليالي العمر؟ احلى ليله عندي هي لما القدس بترجع للعرب، ولما الجولاني بيرجع لسوريا، ولما جنوب لبنان بيتحرر وبيرجع للاستقلال للبنان الحقيقي اللي لازم نحس فيه. نحن عم نعمل عيد استقلال، بس انا بتصور الاستقلال لازم يكون هو استقلال المضبوط، وتحرير الجنوب من العدو المحتل ارضنا. ويا رب يجي اليوم نقدر نروح نصلي بالقدس لتكمل حجه المسلم، هي لازم يزور القدس، ونحن هلا ما عم نعملها شغله. فان شاء الله يا رب تتحرر القدس، ويتحرر كل ارض عربيه محتله من اي عدو ان شاء الله. وفي ليله العمر دي اللي نفسك تتحقق وبتحلم بيها جدا هتغني ايه؟ هنعمل ساعتها شيء خاص للمناسبه، بس انا بحب اغنيه كثير
أغنية الوطن الأكبر للفنان الكبير والموسيقار الكبير عبد الوهاب. كتير بحبها وغنيناها سبق وغنيناها بالمهرجان اللي صار بإسماعيلية يوم ذكرى 6 أكتوبر. بحب كتير هالغنية، بحب أسمعها دايما، بحب مقطع اللي غنيته أنا وقتها بقول وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطن الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطن الشعب العربي، يلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير 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 واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله، يا وطني وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم عن يوم أمجاده بتكبر وانتصاراته مليا حياته، وطني بيكبر وبيتحرر، وطني وطني. الله، إن شاء الله يا رب يجيهم هيك، يرجع الوطن العربي كله محرر من كل العدوان. إن شاء الله تعيش هذه الليلة ونعيشها معاك ونستمتع بها كلنا ونفخر بيها. هي بتصور أمنية كل إنسان عربي بيعتبر نفسه عربي بالمعنى الصحيح، فأمنيتنا جميعا أنه يتحرر كل شبر عربي محتل من أي بقعة في الكون، فإن شاء الله يا رب نقدر نحقق الأمنية. شكرا ليك، ونتمنى إن شاء الله أن كل حياتك تبقى ليالي عمر سعيدة وتحقق فيها كل أمانيك. مرسي لكم، شكرا لكم، شكرا للقيمين على البروجرام. تحية كبيرة لكل الشعب المصري اللي أنا كتير بحبه، وكتير سعيد أن اليوم أنا عم بلتقي فيكم. كل سنة وأنتم بألف خير، ورمضان كريم على الجميع يا رب. باي باي. مشاهدينا في كل مكان شكرا ليكم، ونتمنى لكم إن شاء الله إن شاء الله كل لياليكم تبقى ليلة عمر. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة.